حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد فاضل أبو رغيف الخبير الأمني والاستراتيجي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد فاضل. إذن على الأبواب معركة الحويجة، هل متوقع كمراقبة عامة أداء مختلف لداعش هناك أساسه التسليم والهروب؟ يعني بدءا تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني أنا السؤال بتمامه لم أسمعه جيدا لوجود حشرجة في الاتصال. كيف متوقع أن يكون أداء داعش في سؤالك حول الوضع في الحويجة؟ نعم سيدتي، فهمت. يعني الحويجة يعني جنوب غرب كركوك، تبعد 30 كيلو متر عن كركوك، هي متاخمة أيضا في خط مستوٍ يقارب 50 كيلو متر مع الشرقاط، وايضا يعني الساحل الايسر من الشرقاط ايضا سيكون ضمن اولويات قياده العمليات المشتركه. اعتقد ان كل السيناريوهات مطروحه وكل الخيارات مفتوحه امام قياده العمليات المشتركه في البدء في تحرير اما يعني جنوب كركوك واما الساحل الايسر من الشرقاط، وقد تكون لديها اولويات اخرى فيما يتعلق بمناطق غرب الانبار وفي مناطق قد تكون تشهد عمليات احتقان امني فيما يتعلق بامطيبيجه والجلاء بين محافظه صلاح الدين ومحافظه دياله. لذلك اعتقد ان القاء عام القوات المسلحه هو يملك زمام المبادئه والمبادره فيما يتعلق باعلان الساعه الصفريه والاعاده الى قياده عمليات المشتركه للشروع باي منطقه يراها مناسبه مع تطلعات ومع الوضع طبعا. طيب، يحكى عن تسليم وهروب من قبل أفراد داعش، في نفس الوقت يحكى عن توقع لمعركة عنيفة جدا هناك بسبب صغر الحويجة وعوامل أخرى. اليوم يعني في اختلافات بمراقبة معركة الحويجة، هل ممكن أن نشهد مفاجآت من قبل داعش هناك، خاصة عندما نتحدث عن وجود قادة فيها؟ يعني اولا الحويجه الان باتت اكثر خواء وباتت اكثر انتكاسه وباتت اكثر انكسارا من ذي قبل. التنظيم يعني ولا زمن المفاجات التي كان يدخلها القوات العراقيه. التنظيم تجرد من قياداته لقد حذفها اما بالقصف الجوي واما بالقاء القبض والاعتقال واما بالقتل المباشر عبر المفارز التي كانت تسيرها قيادة العمليات المشتركه. لذلك اعتقد ان معركه الحويجه ومعركه الساحل الايسر من الشرقاط ستكون اكثر سلاسه، اكثر ليونه، اكثر بجمله اعتبارات. اولا الضربات الجويه التي كانت تنفذها القوات الجويه العراقيه، حجم المعلومات التي كانت توفرها الاجهزه الاستخباريه، حجم البيانات التي كان يرفعها المواطنون للاجهزه الاستخباريه، حجم الاختلاف في داخل التنظيم بين افراد قياداته من الاجانب والعرب والانغماسيين والمحليين، حجم التفاوت المعيشي الواضح جدا بسبب ضرب حصار عسكري وحصار للمهن على تنظيم داعش في الحويجه. لذلك كلها عوامل تنظيم في الموصل وفي تلعفر العياضيه، هذا ادى الى انكسار نفسيا ومعنويا في هذه المنطقه. طيب، وفق المعطيات الوضع في الحويجه ومن خلال المعارك السابقة إن كان في الموصل أو في تل عفر، هل نتحدث عن سرعة مشابهة لمعركة تل عفر؟ يعني أولا سيدتي، القوات العراقية لا تقاتل جيشا نظاميا، إنما تقاتل قطعانا على شكل أصابات، على شكل أفراد، على شكل مجاميع منفرط عقدها، وهذه تحاول أن تتسلل بأسلوب أميبي، تحاول ان تملا بعض الجيوب، تحاول ان تتسلل الى بعض الصحاري والوديان، تحاول ان تهيم بوجهها لكل مكان فيه فد وفيه شد. لذلك لا اعتقد اننا نستطيع التكهن، لكن اقول ان المعركه ستكون سلسه جدا، سريعه جدا، بسبب ما ذكرته من اسباب سابقه سيدتي. انا اشكرك جزيلا، كنت معنا من بغداد سيد فاضل ابو رغيف الخبير الامني والاستراتيجي.